هذه المحطة التي يجب أن نقف عندها وقفة نتأمل فيها تأملا صادقا لما كان يعانيه آباؤنا وأجدادنا من الاستدمار الفرنسي. أيها الإخوة الكرام، إنها محطة 11 ديسمبر 1960 مظاهرات التي خرج فيها الجزائريون في عين تيموشنت، في وهران، في ابن عباس، في الهليدة، في الجزائر، في كل المدن، حاملين شعارا الجزائر مستقلة. بعدما كان الشعار الذي أراده ديغول وصل إلى الجزائر قال بأن الجزائر جزائرية، وكان المستعمرون وكان المعمرون يقولون بأن الجزائر فرنسية، فرد عليهم هؤلاء الأبطال، هؤلاء المجاهدون والشهداء، رد عليهم الشعب الجزائري كاملا بأن الجزائر مستقلة مسلمة. أيها الإخوة الكرام، في مثل هذا اليوم وقف الاستعمار الفرنسي الذي يدعي الحرية والكرامة، وقف في وجه هؤلاء المتظاهرين فقتل من قتل وشرد من شرد وسجن من سجن، ولكن إرادة الله سبحانه عز وجل قالت إن الله ينصر من ينصره، إن الله ينصر من ينصره.